أبو ذر الغفاري صحابي الأورنجري الجليل كأها يعني نبى جوري سقلا جوري ما تصو نبى سقلا جوري فجعل يقلب بصره في بيته جوري وسأو في الفيرني وجوري إبر وحبت بقول سرير مثاله جيف مياله فدي مياله دهيك محرنه ألعاب مثاله معون مل وحيا لما لجوري وجوري إبر فقال وحري يا أبا ذر أين متاعكم ألابتين أو قرقل أدقنتهين أو ألابتين فقال وحري يا أبو ذر إن لنا بيتا نوجهه إليه قرقل كران قبناي وألابت حقا سيقين قرقل أسكلان ألابت سيقين حقا وحلا وحيان سقلنا وحقا قين قرقل أسعناي كاسم كوريقين وفهم مرك إنه قرقل آخر وجه هلا جورجان هذا دجنتاي هذا جورجاس هو ريجي دونتو ده مركي أتجورس أم أتجورس أما يعني ما أنت أراب تحقق إسكتك دم بدلون أنت إسكتك أنا ماشي وبرا فقال وحيره إنه لابد لك من متاع ما دمتها هنا وفهم جورج آخر هذا جدا لكن حكوشة جاية أنت الدنيا الجوكت أراب كم مرميس واتسعة تورونا آخر أسعة لكن انت الدنيا كن وشاينا الابض باهنتا فقال وحر ان صاحب المنزل لا يدعنا ها هنا قرغ احد اسكلها مش نو مدين ما حالاب كدغنينا بل نلو دين يا ما وانا لغا وديا مرك ما حال الاب كدغنينا حد ادي وهدي لو يرادو قرغ كن توم بري ما دغنانيسا مرك قري كلا دو غوريسا من قرغ ما الاب بدن بدغن ليسا ماي لغا يا ابو وحير ان ناس كدغاتو waa kala atiraado markaan xagga dega umba wax fiican oo dhan ku rakibi doonaa u gaadi baad leedahay maxay laba goor ma guuri kirti soomaa de ahadki iska lahaa guriga nama deynayo uu naga wadaya marka alaab ma dhiganayno daartan ilaahay baa iska leh adduunyada ilaahay baa kugu dhex abuuray adigana ilaahay baa kula wuxuuna kugu yiri adduunyada kuma baaqi ahaanaysa ma joogis marka adigu inaad garataa la doonayaa wax alla waxaad jeceshahay oo dhan aad aakhirada gashaa.